أعزائي الطلبة، موضوعنا المحاضرة الخامسة هو عن الإيثرز and Alkyl Halides، هاليدات الألكيل والإيثرات. الألكيل هالايد هي مجموعة ألكيل، يعني مثل الألكين ناقصا هيدروجين واحد، مرتبط به ذرة هالوجين. الهالوجين ممكن أن يكون فلور أو كلور أو بروم أو أيودين بدلا من الهيدروجين، وممكن أن يحتوي على عواصر CX، يعني بين الكربون والهالوجين وحدة أو اثنين أو ثلاثة أو حتى أربعة، مثل ما موجود عندنا بالكربون تترا كلورايد. استخداماته هي لمقاومة الحرائق أو لأغراض التبريد أو مواد صيدلانية. هذه نماذج منها هو ترايكلوروأثيلين أو الهالوإيثان اللي به فلور وكلور وبروم، ايضا هاي من المركبات اللي تستخدم في اطفاء الحرائق، وكذلك الفريونات اللي تستخدم بالتبريد. هذا عندنا ايضا نماذج الدايفلوروميثان والبروموميثان، هذا الاخير يستخدم فيوميجنت اي بالتعفير. تسمية الهاليدات الالكيل ان نختار اطول سلسلة ونختار المجموعة المعوضة سواء الكايل او هالوجين اللي قريبة، نبدي بأقرب مجموعة بالترقيم. فشوفون الوحدة الأعلى على اليسار، احنا بادين من المجموعة اللي بيها ميثايل، نبدي واحد اثنين اثنين ميثايل إلى أن نكمل المركب، بينما عندنا أيودوميثان على سبيل المثال، هاي اللي بالأسفل. عندنا اللي بالأعلى باليمين، شوف البروم هنا يأخذ رقم اثنين، بينما هنا الميثايل، فنبدي ننطي اثنين برومو وإلى آخره. والتسميات هذه تكون بحيث نعطي المجاميع المعوضة أقل رقم على السلسلة. المركبات الحلقية هو نقول سايكلو، مثل عندنا هنا سايكلو هكسان، فنقول برومو سايكلو هكسان. عندنا هنا المركبات البروم على ذرة الكربون رقم واحد، ورقم ثلاثة عندنا كلور، وراح يكون عندنا رقم أربعة مجموعة ميثال، فنقول وان برومو ثلاثة كلورو. طبعا حسب الألفابيتك نبدي بالبي البرومو قبل السي الكلورو، وهكذا. من الألكال هالايدز اللي تستخدم بشكل واسع جدا، الكلوروفورم كان يستخدم لأغراض التخدير قبل أكثر من 100 سنة، الكربون تتراكلورايد أيضا هذا لإطفاء كمذيب وإطفاء الحرائق، الميثيلين كلورايد لصناعات متعددة، والميثايل أيودات قلنا للتعفير، والترايكلورو أثيلين أيضا مذيب عالي نقطة الغليان. Kinds of organic reactions، هذا موضوع عرضي حقيقة. احنا من حكينا عن الألكال هالايد، أنواع التفاعلات الكيميائية عندنا الأديشن رياكشن اللي هي تضاف تفاعلات إضافة على الجزيئة، مثلا إضافة جزيئة كلور على دبل بوند راح ينطينا مركب جديد. الإليمينيشن هي عمليات الحذف، دائما من ذرتين كربون متجاورة نحذف عنصرين مثل HCl أو H2O من الكحولات، وهكذا. عمليات السبستيتيوشن هي عملية التعويض، تجي ذرة تقعد بمكان ذرة أخرى وتزيحها إلى الخارج. وأحيانا عمليات الري أرنجمنت غالبا ما تصير هي إعادة تنظيم، تصير في ظروف صعبة تقريبا قاعدية أو حامضية أو ظروف حرارة، بحيث تتحول الجزيئة من حالة بالفراغ إلى حالة أكثر استقرارا، فهذه عمليات الري أرنجمنت. ميكانيكية التفاعلات، احنا عندنا عدة خطوات تصير بها. We classify the type of steps in sequences، دائما بالتعاقب نقولها الخطوات involves either the formation of breaking of a covalent bond، اذا اما كسر آسرة تساهمية، step can occur individually، ممكن ان تتكون بخطوات مفردة، فنسميها هذه التفاعلات يعني رقم اثنين أو خطوات متتابعة. When several steps occur all the same time they are said to be concerted، تصير كلها بحالة واحدة. أنواع الخطوات في الرياكشن ميكانيزم هي أما formation of covalent bond، أما تكون عندنا تكوين آسرة جديدة تساهمية،
ممكن أن تكون هوموجينيك أو هيتروجينيك، يعني تكون أما متجانسة أو غير متجانسة بين الذرتين. أو النوع الثاني من الستيب الرياكشن هي breaking of covalent bond، أيضا ممكن أن تكون هوموجينيك. كلمة هوموجينيك إنه الإلكترونات كل إلكترون مع العناصر التساهمية يروح ويا ذرة، يعني تنطينا free radical intermediate. أو هيتروجينيك يعني الإلكترونات اثنينها تروح إلى ذرة بحيث تحمل شحنة سالبة، بينما الذرة الثانية لأن ما بها راح تحمل شحنة موجبة، وهكذا. أو عمليات التأكسد أو functional group مثل أكسدة الكحول حتى نكون أما كيتونات أو الديهايدات، أو reduction of functional group عندنا الكيتونات أو الكربوكسيليك أسيد أو الألديهايدات ممكن أن تختزل بحيث تتحول إلى كحولات. هذا الـ breaking of covalent ما تنكسر، هذه عندي عاصرة أي بي مثل ما تشوف هنا، هذا الهيتروسايكليك. راح يجي الهوموجينيك يعني المتجانس، كل إلكترون راح يجي ويا ذرة راح تنطينا فري راديكال، هذا الهوموليتيك. الحالة الثانية اللي بالأسفل هي العاصرة التساهمية اللي بها إلكترونين، الاثنين راح تروح ويا وحدة بحيث البي هنا عندنا تحمل شحنة سالبة، بينما الأي فقدت الإلكترون راح تحمل شحنة موجبة. عملية تكوين العواصر formation of a bond أيضا راح تكون عندي أما homogenic أو heterogenic. فالهوموجينيك وان الإلكترون comes from each fragment، أنا عندي قطعتين اثنين في الراديكال مثل الهيدروجين راح يتحدون يسولوا لي عاصرة تساهمية جديدة بحيث ينطيني H2، أو قطع من الألكايل 2 ألكايل راح يجون راح ينطوني ألكايل أكبر وينطون عاصرة. الهيتروجينيك راح يكون عندي جزئتين، واحدة تحمل شحنة سالبة واحدة تحمل شحنة موجبة، يتحدون راح يسولوا لي عاصرة جديدة. هذا عندنا أيضا نفس اللي شفناه قبل شوية، عندي قطعتين اثنين فري راديكال راح يتحدون ينطوني هوموجينيك بوند فورميشن، او ذولا سالب وموجب راح يتحدون راح ينطوني ايضا راح ينطوني هيتروجينيك بوند فورميشن. شلون نأشر بعمليات التفاعل؟ اذا عندي الكترون واحد ينتقل فانطي نصف سهم مثل ما تشوفون هذا بالاعلى، اذا اثنين هالالكترونات مع العاصرة راح تنتقل راح أنطي سهم كامل، بحيث العاصرة الكتروناتها تروح مثلا إلى Cl على سبيل المثال راح ينطيني Cl minus، بينما الفوق كل واحد يروح إلى جهة راح ينطيني free radical. نستخدم هذه الكيرف يعني الأروز الأسهم المنحنية حتى نعرف عن البولر رياكشن عن التفاعلات المستقطبة. هذا الموضوع عام أرجو بس الاطلاع عليه، يعني ما مهم لأنه يتكرر بكل التفاعلات العضوية، بكل الكيمياء اللي أخذناها العضوية هذا تتكرر، فهاي نظرة عامة عرضية لكم للاطلاع فقط. البولر رياكشنز أو هذا أوكر دائما التفاعلات المستقطبة، أنه الذرة اللي بيها سحب إلكترونيجاتيفيتي أكثر راح تسحب العاصرة إلها، وخلال عملية الانفصال راح تروح تنطينا أيون سالب وتترك لنا أيون موجب بالطرف الآخر وتنطينا انترميديات وهكذا. شلون نعرف الإلكترونيجاتيفيتي؟ عندنا هذا الجدول يبين قوة السالبية الكهربائية لكل عنصر من عناصر الجدول الدوري. فإذا تشوفون هنا من الجدول الدوري نشوف قيم السالبية الكهربائية لكل ذرة عد ما تكون جزيئة من ذرتين من هاي، فالفرق بين الاثنين قيم السالبية الكهربائية إذا كان أكثر من اثنين فراح تكون عندي عاصرة أيونية، إذا أقل من اثنين راح تكون عندي عاصرة تساهمية. إذا القيمة من 0 إلى 0.5 راح تكون العاصرة غير مستقطبة، إذا بين 0.5 إلى 1.9 راح تكون مستقطبة، اتجاه الإلكترونات قريبة من الذرة ذات السالبية الكهربائية الأعلى.
مثل ما تشوفون الجدول الدوري هنا عندي مجموعة من الذرات بالجدول الدوري، لكل وحدة لها صاربية كهربائية. عندما تتصل ذرتين مثل HCl أو HBr أو NiCl، نشوف الفرق بين الصاربية الكهربائية بين الاثنين. إذا كان أكثر من اثنين الفرق راح تكون الآسرة أيونية مثل NiCl، لكن إذا كان أقل من اثنين راح تكون آسرة تساهمية. إضافة إلى هذا، إذا كان الفرق بين الاثنين 0.5 أو أقل راح تكون الآسرة غير مستقطبة، يعني متعادلة بين الاثنين. أما إذا كانت بين 0.5 وال 1.9 راح تكون مستقطبة، تتجه الإلكترونات إلى الذرة ذات الصالبية الكهربائية الأعلى. فهاي البولاريزابيلتي مقدار الاستقطابية، هذا السبب مالها. وهذا الحالة اللي ذكرناها قبل شوية، شلون راح تكون السالبية الكهربائية بين ذرتين بالجدول الدوري. الآن الكحولات، preparing alkyl halides from alcohol. الكحولات أمرر عليها غاز HCl جاف، أما مذاب بالإيثر أو بدرجة حرارة عالية راح يصير عندي Cl بدل H2O، معروفها على مستوى صناعي. هذه التفاعلات. The energy diagram of formation of tertiary butyl chloride. عندنا رسم الطاقة، هذا للاطلاع الصورة لكم شلون راح تصير عملية substitution، الاستقطاب وين راح يجي، ثم تنفصل جزيئة ماء ويكون عندي كلور مربوط بهذه الجزيئة. ايضا هذا التركيب الفراغي للاطلاع لكم شلون يكون بالفراغ. احنا دائما قلنا عندنا الالكانات على شكل تتراهيدرال، فهذا بالفراغ راح تكون هاي الصوره مالتها، وهذا التركيب الجديد. شلون نوصف التفاعل؟ الانترميديات، التفاعلات الوسطيه او المركبات الوسطيه، ممكن ان تكون مركبات وسطيه بحيث يبدي انحلال العاصره القديمة بالجزيئة بحيث تدخل إلها الذرة الجديدة وتكون عاصرة جديدة، بحيث يصير عندي replacement، وإذا مو replacement يصير عندي substitution بحيث يكون مركبات وسطية ممكن فصلها. الآن الإيثرات بشكل عام، الإيثرات هي جزيئتين من الألكيل يربط بيناتهم جسر من الأكسجين، يعني ذرة من الأكسجين. فشوف عندي هنا مجموعتين من الإيثر على طرفي الأكسجين، إذا أسميه داي إيثايل إيثر. عندي هنا بنزين وميثايل اللي بالوسط، فراح نسميه اسم التجاري القديم الأنيسول، بينما هو ميثايل فينايل إيثر. دائما نذكر المركبات اللي على طرفي الأكسجين. عندي هنا تترا هيدروفيوران اللي هي حلقة بها بالنص أكسجين، فأسميه سايكليك إيثر أو الإيثرات الحلقية. عندي هنا تيرشري بيوتايل ميثايل إيثر، هذا تيرشري بيوتايل اللي على اليمين بالجزيئة الفوق، وعلى اليسار مجموعة ميثايل وبالنص عندي أكسجين، إذا أسميه تيرشري بيوتايل ميثايل إيثر. هذه المادة تستخدم في تحسين الأوكتان بالوقود مال السيارات، السيارات اللي تستخدم البنزين. عندنا هنا عندي ايثايل فينايل ايثر، المركب اللي تشوفوه انتو. احيانا اذا عندي اكثر من فانكشنال جروب، عندي بالنص حلقة بنزين بالاسفل على اليسار، عندي مجموعتين ميثايل، فاسميه داي ميثوكسي، يعني ربط الاكسجين بالميثايل اسميه ميثوكسي. فعلى طرفي المركب عندي داي ميثوكسي متقابلين، اذا هو بارا بارا داي ميثوكسي بنزين، وهكذا. احيانا عندي ايثرات حلقيه اسميها كراون ايثر او الايثرات التاجيه. هذا المركب اسمه 18-9 كراون ايثرز، مركبه حلقيه، الجزيئه الحلقيه متكونه من 18 ذره، 9 ذرات أكسجين خلالها، فأسميها 18-9 كراون إيثر. أو عندي 18 كراون 6 إيثر اللي هو 18 ممبر درينك ب 18 عنصر بين أكسجين وكربون، لكن متكون من 6 ذرات أكسجين و 12 ذرة كربون،
فهذا أسميه ممبر زنك containing 6 أكسجين وهكذا. راح تكون عندي هذه الصورة مع الايتين كرام 6، هذه الصورة الرسم اللي هي حقيقة موجودة بهذا الشكل، وهذه الصورة الإلكترونية للكراون إيثر. هذا أيضا موديل آخر تركيبي للكراون إيثر اللي إحنا نستخدمه. استخدامات الكراون إيثر حقيقة بالصناعة وبالبحوث الكيميائية كثيرة جدا. الواجب الرئيسي لها أنه هي تذوب الأيونات الموجبة وتخلي الجزء السالب يكون خارج الحلقة، فنسميها ناكد. ناكد يعني عاري، ناكد أيون أنايونز، نسميها ناكد أيون أنايونز، فهي تأخذ البوتاسيوم أو الصوديوم أو أي عنصر موجب بحيث تمنع هذا العنصر من التفاعل، ويكون العنصر السالب بالطرف الخارجي حر بالتفاعل. هذا أيضا نوع آخر بتفاعلات كثيرة جدا، استخلاص العناصر الصناعية، تحضير مركبات جديدة بالأورغانيك سينثيسيس نستخدمها، وهكذا.